حمزة العقربي ونلقاو في محمد علي اليعقوبي في التغطية أمام مهاجمي الترجي وتركيز كرول بالنسبة لأحمد العكيشي على الجهة اليسرى للهجوم والهدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي. وهيثم الجويني كانت كرة على مستوى القائم الأول وهيثم الجويني يؤكد أنه يمر بفترة انتعاشة بعد أسبوع ممتاز وثلاثية أمام فريق جرما هي يتمكن من استغلال هذه الوضعية الهجومية على مستوى القائم الأول واستغلال الكرة الثابتة والتسجيل بعد الصعود والتصويب الرأسي على مستوى القائم الأول أمام دفاع الإفريقي. إذن ثاني الأهداف من جانب فريق باب السويقة اليوم في لقاء الأجوار رقم 118 وبعد وضعية هجومية للإفريقي الترجي هو هذه المرة كذلك يهتدي للشباك وبالطبع الدربي هو النجاعة والدربي هو التسجيل وهيثم الجويني يتمكن من التسجيل بعد كرة على مستوى القائم الأول ويسجل بل وتوصل المحاولة هذه لمحمد علي اليعقوبي والكرة كانت بينه وبين خالد القربي والكرة كانت بعيدة بالنسبة للحارس عاطف الدخيلي وصعبة رغم تواجد أيضا حمزة. الهدف الثاني بالنسبة لي هو والرابع للترجي سعد بكير يسدد والثالث وبلا سعد بكير في 86 أبدع سعد بكير في هذه المباراة رغم دخوله كاحتياطي قلت قد يكون الثاني في رصيده الشخصي والرابع للترجي الرياضي التونسي وبالفعل الكرة في الزاوية البعيدة فوق جدار المدافعين وبعيدة على الحارس صابر الخلفاوي وسط رضا وتمام الرضا للمدرب معين الشعباني هذه الإعادة. التقدم والانطلاق حاضر عبر الجهة اليمنى رائد الفادع يمرر الكرة هنا العكسية إلى الخلف استلام ممكن شاهد التسديد يفضل التمرير الجميل داخل منطقة الجزاء يا سلام الوصول الهدف الأول ممكن الله جول أول الترجي يضرب مبكرا من خلال مباراة الليلة يفتتح باب التسجيل عن طريق الجزائري المتألق الياس الشتي اونيكو اموري جراندي باسيوني سكن القلوب صلب العقول ميو ساسيوني هكذا يغني عشاق الترجي الغير حاضرين في مباراة الليلة لكن ينوب عنهم لاعب يتألق من خلال الأيام الماضية. وزع الكرة في اتجاه ياسين الخنيس الخنيسي بالراس وسام بوسنينة ترجع الكرة من جديد حمدي الهوني حمدي الهوني والثالث الثالث للترجي الرياضي التونسي جميلة كانت الكرة في اتجاه حمدي الهوني حمدي الهوني مراوغة لعلي العياري ويحط الكرة في شباك النادي الرياضي البنزرتي يسجل ثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي الهدف الثالث لصالح الترجي الرياضي التونسي هاي الإعادة يبعد في مراوغة مع الحارس والتمهيد من عبد الرؤوف بن غيث جميلة كرة كانت لحمد الهوني من عبد الرؤوف بن غيث ربما لن تمر مرور الكرام على مرمى حارس الملعب القابسي الترجي يبعد عن التقدم كرة يا الله يا الله المكشخ ديما مكشخ الترجي يتقدم ويسجل هدف المباراة الأول بطريقة رائعة بكرة تسكن الشباك وبكرة لم يتمكن حارس المرمى القلعي بأن يحرك ساكنا بل الترجي هو من يحرك الشباك الدم والذهب يتقدم فريقهم في هذه اللحظات لمكشخة. هذه الكرة ثابتة
يكفف من كمال زعيم كليتون اللي وزع داخل منطقة الجزاء وتدخل من دفاع النادي الفريق عن طريق بسام بن يحيى، ترجع من جديد لصالح الترجي، توزيع مرة أخرى داخل مناطق الجزاء ومعين الشعبين براس مرة أولى وهدف التعادل، هدف التعادل لصالح الترجي الرياضي التونسي عن طريق معين الشعباني، هدف التعادل لصالح الترجي الرياضي التونسي في الدقيقة 87 ثلاثة دقائق قبل نهاية الوقت الأصلي في هذه المباراة. يتمكن معين الشعباني من تعديل النتيجة لصالح النادي الإفريقي. إعادة التوزيع في مرة أولى، يلمس الكرة يمهد معين الشعباني يخلق على الكرة يسدد بالرجل اليسرى لغالة الحارس علي بومليش. عاد للزاوية أخرى. رولا